يا عماد من لا عماد له، يا عون من لا عون له، يا سند من لا سند له، يا من سجد لك الليل والنهار والشمس والقمر. ده كان دعاء ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. قلت أبدأ بيه معاكم، أصل هي اللي قالت للمصريين آواكم الله كما آويتمونا، ونصركم الله كما نصرتمونا، وأيدكم الله كما أيدتمونا. بصراحة بطبيعة الشعب المصري دايما شعب مؤمن بطبيعته، بس أنا فوجئت إن الفراعنة كانوا أساتذة في السحر، كانوا أساتذة في عمل الأسحار. الشاهد بتاعنا نقوله من آيات ربنا، تجد إن في القرآن الكريم في كثير من المواضع سيدنا موسى عليه السلام لما التقى بفرعون وسحرة فرعون كان عددهم كام؟ 15,000 ساحر، دي رواية، ورواية تانية 32,000 ساحر، كلهم عملوا أعمال سحر لا تتخيلها، لدرجة بيقول لك كانوا بيظهروا أفاعي زي الجبال. الفراعنة مشهورين بالكلام ده. طيب السحر حرام ولا حلال؟ طبعا بدون أي مقدمات ولا مسبقات السحر حرام في كل الأديان. النهاردة مع انتشار ألعاب الخدع قلت أجيب لحضراتكم شباب متعلم محترم، منهم اللي حافظ قرآن وبيصلي، مسلمين ومسيحيين في تيم واحد، قابلتهم فقلت لازم أجيب حاجة الناس تعرف حقيقتها، أصل في ناس بتنبهر شوية بموضوع الأسحار. النهاردة معايا الشباب المحترم من شبرا والساحل وشارع الترعة، إخواتنا الشباب المحترمين. هبدأ من اليمين، أستاذ يوسف. يوسف ازيك يا عم يوسف؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ كل تمام. كم سنة؟ 20 سنة. 20 سنة؟ تمام. أنت متعلم تعليم عالي ولا؟ في جامعة. في جامعة؟ كلية إيه؟ خدمة اجتماعية، جامعة حلوان. جامعة حلوان. ومعايا الأستاذ جورج. ازي حضرتك؟ ازيك يا جورج؟ تمام الحمد لله. كم سنة يا جورج؟ 21. 21 سنة؟ خريج إيه؟ أنا في ألسن. ألسن؟ جامعة؟ جامعة عين شمس. عين شمس. ومن الشمال الأستاذ سامر. أهلا بيك، ازيك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. أنت خريج إيه يا سامر؟ حقوق القاهرة. حقوق القاهرة. تمام. دفعة كام؟ لسه السنة دي، أو لسه متخرج السنة دي. ما شاء الله ما شاء الله. والأستاذ يوسف. ازي حضرتك؟ كم سنة يوسف؟ 20. 20 سنة. 20 سنة. كلهم متعلمين وكلهم عارفين الحلال من الحرام، بس المفاجأة بقى إن أنا فوجئت إن الموضوع ده ما أنا عايز أفهم بقى الدنيا فيها إيه. الموضوع منتشر شوية يقول لك ده سحر، وشوية يقول لك ده مخاوي، وشوية يقول لك ده مش عارف أصل ده بيشتغل بالجن ومش عارف. هو يعني كده سؤال كده عام كده، الشغل بتاعكم ده سحر؟ لا طبعا. لا طبعا. خفة يد؟ خفة يد؟ وتدريب يعني أنت بقالك كام سنة في المشوار ده؟ أنا بقالي حوالي 9 سنين. ليه انت يا ابني عندك كام سنه؟ ده هم كلهم ما كملتش 20، وانت بتلعب وانت عندك 10 سنين ولا ايه؟ انا عندي 11 سنه كده. 9 سنين بتلعب اللعبه دي؟ مش مخاوي؟ طب يا يوسف. لا لا. وجورج بقاله 4 سنين. 4 سنين. وسامر 6. 6 سنين بالظبط. ويوسف 4 سنين. طيب انا عشان ما اضيعش الوقت بتاع الحلقه عاوز ابدا كده معاكم. الناس دي بتقر على الهوى بحضراتكم، هم كونوا فرقة اسمها
ايجل زيتين. ايجل زيتين. ومن حواراتي معاهم ومشاوراتي وكلامي معاهم لقيت ان الشباب ده بيقول لي احنا بنتحدى اي ماجيك في مصر وبره مصر. هما اللي قالوا مش انا. هل بيتحدوه بالسحر؟ لا، هما بيتحدوه بطريقه الخداع البصري او الايدي الخفيه او طريقه لعب معين. هما ولا مخاوين يا جماعه ولا ليهم في الاسحار. هو القصه كلها طريقه معينه في اداء لعبه معينه بيخلي المشاهد او بيخلي اللي قدامه ما ياخدش باله من حاجه، وفي الاخر ممكن نقول ده مخاوي، ده عمل ازاي كده. انا هبدا النهارده يعني بدايه الحلقه بيوسف، يوسف نور. هتورينا ايه يا يوسف النهارده؟ انا هلعب بالكوين، وهاخد 4 كروت بس من الكوتشين. تمام. واحد. كلها واحدات؟ لا لا، 4 وحايد بس. تمام. معايا هنا ايه؟ 4 وحايد. ممكن تتاكد ان الجنيه ده عادي، يعني جنيه عادي ما فيهوش اي حاجه. جنيه عادي. والكروت برضو ممكن تتاكد برضو. كروت. انا شايفها. تمام. يبقى هنا معايا ايه؟ 4 كروت. 2 حمر واتنين ايه؟ واتنين، وريه كده. 2 حمر واتنين اسود. تمام. هحط عند كل جنيه كارت. تمام. بص، هشيلهم كده واخد الجنيه ده هحطه هنا، والجنيه ده كمان هنا، والجنيه ده كمان هنا. يبقى كده هنا الـ4 احط ده كده عادي، وده كده كمان. يبقى كده كله فاضي ما عدا هنا في ايه؟ كده هنا في 4 وكله فاضي. بص، لو عملت كده مسكت كده هلاقي كل الجنيهات رجعت مكانها. طب هنعيدها تاني. ركزت. بص، هحط هنا كارت اهو، وهنا كارت، وهنا كارت، وهنا كارت. تمام. بص، لو شلت ده وده كده هلاقي هنا جنيه وهنا جنيه. تمام. بس لو عملت كده هلاقي هنا الـ2 جنيه جم. بص، لو شلت كده وكده هلاقي هنا جنيه وهنا 2 جنيه. بس بص، لو عملنا كده تاني هنلاقي هنا الـ3. طب هنا اخر واحد اهو. بص، انا هاخده اهو في ايديا هنا اهو، هحطه هنا، هحذفه كده. بص، عملت كده هتلاقي هنا الـ4 كلهم. ماشي. طيب نخش على جورج. ايه هو سامر كان هيعمل لعبه. تمام، علشان هنعمل لعبه. طب نبدا بسامر. ماشي استاذ، حضرتك تشوف النضاره تتاكد منها. النضاره اهي. بلاستيك. بلاستيك. فيها اي حاجه؟ لا، ما فيهاش حاجه. طيب استاذنك حط ايدك من تحتيها. من تحتيها كده؟ فيها حاجه؟ لا. وطب من فوق؟ من فوق ما فيش حاجه. بص، حط ايدك كده جنبي. جنبك؟ يلا حط ايدك، حط ايدك من فوق اهو. من فوق. بص، هيحصل حاجه كده. بص، تعالى بس كده عشان الكاميرا تجيبك. حط ايدك من فوق. حط ايدك من فوق شويه كده. ارفع ايدك واحده واحده اهو. ارفع ايدك لفوق. شوفها ووريها لك. ماشي. طيب معانا لعبة ايه تاني النهارده؟ كل ده خداع بصري. ممكن نعمل حاجة جماعية بقى كلنا مع بعض. كلكم مع بعض. طب وروني كده. بس الأول بس هستأذن حضرتك. هعمل حاجة بس. هاخد حتة من اللزق ده. ده لزق عادي ما فيهوش لزق عادي. هاخد بس منه حتة كده. هقطعها. ماشي. تمام. هاخد بس من هنا منديل وهحطه كده على عينين، على عين جورجي بس. ان انا هقفل عينه. معلش، هاخد حته كمان. ممكن تساعدني؟ اتفضل. عايز تتعبني معاك وخلاص. ماشي، خد اهو. بس كده اهو. تمام.
ممكن تساعدني برضو هقطع حتة كمان. ماشي اهو اهو ماشي تمام كده. ماشي اه بس دي هكتم بيها بقه بقى. بقه اهو اه كده هو بقه مقفول. اه ماشي تمام. ممكن بقى سامر يكمل معاك ويوسف. طيب طب بص الاول هي الكوتشينه عاديه ما فيهاش اي حاجه صح؟ اه هو كده مش شايف حاجه. لا مش شايف ولا شايف ولا اي حاجه. ركز بقى هنزل كده حضرتك هتقول ستوب في اي مكان. ستوب هنا؟ لا لسه مش عيد تاني؟ انزل تاني؟ نزل تاني ستوب خلاص؟ ماشي حضرتك هتاخد الكارت ما تورينيش هتوريه الكاميرا. مش هاخد ده انا. تاخد اللي تحتيه ولا تحتيه؟ عايز اني كارت؟ عيد عيد من الاول يا يوسف فنط الكوتشينه وعيد من الاول. واوري برضو سيادة المستشار اني عليه. استناني بقى استناني سيبني انا بقى ادير القصه عايز افهم الموضوع ايه بس. خد الكارت. يعني انا اختار انا اخترت لا لا الكارت ده اللي انت قلت عنه ستوب. لا عيد تاني. بس خد الكارت. بس احفظ الكارت. احفظ ايه هو ووري لي الكاميرا. ماشي حفظته. تمام وريه بقى للكاميرا. هوريه الكاميرا اهو. ماشي انا همشي كده على الكروت وعايزك تقول لي اوقف في اي مكان. المكان اللي هتقول عنده ستوب هتاخد الكارت بتاعه. تمام يلا قول ستوب. ستوب هنا. احفظ الكارت ووريه للكاميرا اهو. ماشي استاذنك ترجع بقى الكروت تاني هنا. قول حطهم في اي مكان. طب اديني احطهم بايدي. في اي حته. كمل انت. اه ممكن. بص انا هحاول اخلي بس جورج يساعدني ان انا اكمل. تمام هخليه يساعدني ان هو يمسك دي دباسه. حلو بتطلع دبابيس. المفروض ان انا هحذف الكروت. تمام اه وجورج هو هيدبس الكارتين بتوع حضرتك اللي انت اخترتهم ووريتهم للكاميرا. هيدبسهم فين؟ هيدبسهم هيطير فيهم دبوس. طيب تمام اه ممكن تساعدني يا جورج؟ اهي اهي ايوه اهو. يلا بص هعد 1 2 3 هحذف بسرعه. 1 2 3 ايه ده؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ايه؟ دباسه ما طلعتش حاجه اصلا. يعني ايه دباسه ما طلعتش حاجه؟ بس ثانيه واحده هفك 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 عينيه بس. فك عينيه وبقه. ايوه انت ازاي ما دبستش؟ في كارت دخل جوه بقه. ممكن نفتح بس الكارت ده كده. كارت جوه بقه. الكارت حاجه بص هنقصه كده بالمقص الاثنين. ماشي لو قلبنا كده. حضرتك اخترت كام وكام؟ اقول عادي بقى. اه اقول اخترت 5 وشايب. 5 وشايب. اه بص لو قلبت النص ده هلاقيه والنص التاني بتاعها. حلوه دي جميله. ايه ده نصين؟ 5 وشايب يا جماعه. ايه ده يا جماعه ده؟ بس برضو ارجع اقول ده مش سحر. لا لا مش سحر طبعا. اه كل ده خفيف. ده مش سحر يا جماعه. ده اسمه خداع بصري. خداع بصري. احنا بنحاول نوصل الحقائق للناس. انا والله نفسي انا عن نفسي فوجئت. يعني انا والله انا سايبهم حتى يعملوا اي حاجه من غير ما اعرف اي موضوع عن اي لعبه. اخش خش اتفضل. هي ايه الخواتم اللي في ايدك دي؟ ده ستايل. يعني ايه ستايل؟ تمييز. يعني ستايل لنفسي. تمييز لنفسي. اه لكن ما بتعملش بيهم مغناطيس ولا حاجه؟ لا 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 ولا ينبزعوش. اه ماشي جميله. ركز السؤال. ركز. هنا في كارت انا متوقعه حضرتك هتختاره. يعني هنا؟ اه في الزرق. اه مقفول عليه. كوتشينه عاديه ما فيهاش اي حاجه. حلو صح كده؟ ماشي
ركز بقى همشي كده وانت هتقول ستوب في اي مكان من المكان اللي لا سيبني اختار انا بقى مش هقول ستوب انا اختار طب المس اي كارت لمسه بس لمس لمس اهو بس كده سيبه استناني بقى انا سيبه سيبه اهو سيبه اهو بس اهو الكارت ده ولا انا اعرفه ولا انت تعرفه تمام صح ينفع يبقى هو الكارت اللي متوقعه ولا اكيد لا اهو طب عاوز اشوفه بقى انا هوريه لك ينفع ولا اكيد لا انا عايز اشوف الاول هوريه لك والله ينفع بقى ولا اكيد لا ينفع ما اعرفش انا ما ممكن طب تعال نشوف الكارت اللي انت اخترته طلع كام ده 6 6 قلب احمر 6 قلب احمر صح كده اه طب تعالى بقى نشوف الكارت اللي انا متوقعه كام خلي بالكوا احنا مباشر مش مسجلين ايه ده فلوس انت بتهزر يا سامر انت ما حطيتش الستة انت ازاي يا سامر عملت كده انت ما حطيتهاش ازاي طب صلح الموضوع طب ركز السؤال اه مركز بص حط ايدك كده على الخمسة هي ما فيهاش حاجة ماشي صح حط ايدك بقى عليها كده اهو ينفع بقى الستة اللي حضرتك اخترتها دي تخش جوه الخمسة ولا مستحيل لا مستحيل ده مستحيل اكيد اه يا ريت الكاميرا تقرب يا جماعه الموضوع عشان انا طب تعالى كده نشوف السته فين ستة قلب احمر اهي هي دي صح اه ما ينفعش تخش جوه صح لا ما ينفعش طب ركز اقطع منها حته كده انا قطعت من السته ايه حته صح كده جميل يعني انا ما ينفعش لو حطيت دي كده تخش جوه صح لا ما ينفعش استحاله ينفع استحاله عايز جامد عايز تدوس بيدك الاثنين اهو حط ايدك الثانيه فوقيها اهو سعد يا سامر حط ايدك حط ايدك فوقيها ايدي فاضيه طب ركز دي لكام دي 6 دي 6 حته ورقه صغننه ما لهاش اي لازمه صح اه طب ركز ما ينفعش تخش جوه طب ركز اخليها هنا ركز بقى اجيب التليفون كاميرا معانا ما ينفعش تخش جوه الحته الورقه المقطوعه ما ينفعش مستحيله طب ركز لو عملت كده دخلت فين دخلت جوه دخلت تحت ايدي جوه ال 5 جنيه دخلت مفيش حاجه ما دخلتش برضو انت بتهزر يا سؤال طب ركز لو قلنا الفلاش كده ركز كده هات 5 جنيه ركز كده السؤال لو نورنا في ال 5 جنيه ايه اللي ظهر 6 اوعى بقى ايدك عشان بس شوف كده 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 يا عم ده ايه الكلام ده؟ انا مش باينه في الكاميرا باينه 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 دخلت فعلا مش باينه في الكاميرا باينه والله اه باينه لا شايفها كده ارجع اتكشف شويه مش باينه فعلا 6 ظاهره كده في الكاميرا؟ لا اه طب انا ممكن اظهرها لك مش ظاهره برضه خلاص دخلت ازاي دي؟ لهم انت شايف ايه؟ اه في 6 فعلا انت شايف ايه؟ ممكن تقول الستة جوه الخمسة جنيه يا جماعه ممكن تقول انت شايف ايه فعلا اللي هو قطعها موجوده جوه الخمسة جنيه انا مش عارف الكاميرا هتعرف تقدر تجيب الشفاف استنى نشغل فلاش هي لازم فلاش عشان شغل فلاش كده حاجه غريبه والورقه راحت فين بقى خلاص بقى كده شكرا دخل برضو ده برضو انا ده مش صح لا لا خف تمام ده خفت ماشي تمام في ايه تاني دلوقتي في بمناسبه الكريسماس كان في لعبه كده عايز اعملها طب اتفضل بما اننا داخلين على الكريسماس ينفع بس حضرتك تقوم معايا انا اقوم هتعمل فيا ايه بص حضرتك جو ده ايه جورنان عادي تمام صح ثانيه وده ده جورنان عادي اه ده جورنان عادي اه تمام مفيهوش حاجه نفس الموضوع ايه اهو نفس الموضوع, الموضوع. وريني كده اهو ماشي انا عايز بس حضرتك تخدمني ايوه ده جورنال الاخبار والتاني اخبار الاثنين الاخبار والاثنين نفس النسخه ماشي تمام ينفع حضرتك بس تبرم الجورنال كده ابرم وبعدين هقول لحضرتك ابرمه اي برمه يعني
يعني يستحسن تكون برمة شويه. برمة انا ممكن يعني ارمهولك فين المقص؟ المقص اه المقص اهو ابرمهولك. انا ببرم اهو يا جماعه على الهوا. تمام. اتنين إيه؟ لا يا ريت تبقى البرمه كبيره شويه يعني كبيره شويه زي ما هو كده اهو يعني اه عشان حضرتك التقديم اهو. في حاجه عندك؟ لا. طب بص اهو حضرتك هتعمل كده بالمقص. انا هعمل زي كده يعني. وبعدين هتعمل كده قطعه اثنين ثلاثه. جميل. تمام. اربعه. حلو. تمام. لسه دول ثلاثة. ادينا واحدة. تمام. حضرتك هتعمل كده. بص عليه واعمل زيه. ايوه. لحظة واحدة بس. خد راحتك. ماشي. ها. ايوه. قشرها كده قشرها. اهي. اهي. اثنين ثلاثة أربعة. تمام. امسكها من النص. ايوه. وشدها. شدها لفوق. اشد ايه لفوق؟ شد ال كده يعني؟ ايوه ارفعها بقى. ارفع ايه؟ ده في ايه؟ في حاجات بتقع. ايه ده؟ مش مشكلة. اهو ارفعها بقى من النص، حط ايدك في النص كده وشدها. اشد ايه؟ شد الجرنون من جوه. شده؟ يعني كده. بص عليه وبيشد ازاي؟ يعني كده. تمام؟ كده كده اهو اهو. يا عم تتجنني يا عم. كده كده. اشمعنى عندنا ما بيعملش كده؟ مش عارف. بص اهو كده كده. ده ايه ده بقى؟ مش عارف. طب انت ممكن تعمل في ده كده؟ ايه؟ اهو علشان يبقى ايه؟ يبقى احنا الاثنين طول واحد. ماشي. ممكن تشدها. اشد ايه؟ انا مش عارف. لو شديتها هنبقى طول واحد على فكره. اهو دي مش مشكله. انت متخيل الطول ده يطلع منها؟ ايه ده؟ ايوه مش عارف. ثانيه كده. ده في تاني؟ هو في ايه؟ ماشي ماشي. مش عارف. لسه في تاني؟ لا 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 لا. ايه ده يا عم؟ طيب ماشي. طب انا بقى هنا. كده مفيش حاجه هنا تطلع. اتصرف. اجرب منين بقى؟ اكيد في حاجه. ماشي. حط في حاجه. واخزع الفوضى اللي حصل. لا لا مفيش مشكله خالص. احنا ضد الفوضى. برضو برجع بقول انا بحب يعني احنا بنحاول نجيب حاجه يا جماعه بنوصل للناس مفهوم ان دي كلها خدع بصريه ملهاش علاقه بالسحر ولا الناس دي مخاويه. يعني حتى معلومه قبل الهوى انا عرفت ان يوسف حافظ قران. يعني لو هو مش يعني في الكلام اللي هم بيقولوا عليه بقى اللي هو مخاوي ومش عارف ايه والكلام ده او كده تبقى الامور مش كويسه. يعني هيبقى بيصلي ازاي وهيبقى بيحفظ قران ازاي الموضوع هيبقى مختلف شويه. طب انا عايز اعرف منكم انتوا كونتوا الفريق ده امتى؟ من سنتين بالظبط. بقى لنا سنتين تقريبا. انتوا صحاب اصلا؟ طيب في العاب تانية عندنا؟ في تاني. طبعا. طيب عاوزين نشوف كده. طيب استاذنك تدخل معانا اتنين يلعبوا معانا اللعبه دي. طب يا ريت الاستاذ محمد عبد السلام بقى يتفضل ويخش معانا في الاستوديو. استاذنك تجيب البدا. في حد تاني مع يا استاذ وليد؟
دخلنا الاستاذ محمد عبد السلام وحتى منورنا استاذ محمد عبد السلام. جماعه محمد عبد السلام ده من الجنود الخفيه في الاستوديو. انا ما اعرفش اعمل الحلقه من غير محمد عبد السلام. وطبعا الاستاذ وليد عمار تقف هنا جنبنا، والرجاله كلهم ناس محترمه وافاضل يعني. ماشي، انا مجهز كيس. جوه الكيس ده انا داخل في اللعبه دي ولا لا؟ انت هتدخل في اللعبه بس هتدخل بالكوتشينه. كوتشينه؟ هطلعها لك الاول. طيب كوتشينه دي مقري عليها يعني دي ولا ايه؟ لا ولا مقري عليها ولا اي حاجه، انت خدها اتفرج عليها وانا اشرح لك الاول ديت. ماشي، وهسيبك مع الكوتشينه. طيب ديت كيس جواه ورق. انا كاتب جوه الورق ده حاجات كتير جدا، اسماء بلاد، اسماء مشاهير، كاتب ارقام، كاتب حروف، كاتب حاجات كتير. هخليك تختار ورقه وانت هتختار ورقه، تمام؟ هتخلوا الورق معاكم هتحفظوه، واي حاجه مكتوبه جواه تحفظوه، تمام؟ مد ايدك، بص غمض عينك الاول، مد ايديك، خد اي ورقه خليها معاك، ورقه واحده، تمام؟ وانت كمان خد ورقه، تمام؟ خلي الورقه معاك، انا اجيب سبوره وحضرتك امسك الكوتشينه فنطها زي ما انت عايز. انت عملت ايه دلوقتي؟ هو كل واحد فيهم اختار ورقه. اختار ورقه بالظبط. خلي الكيس ده دلوقتي هنا. انا فنط عادي؟ انت فنط الكوتشينه براحتك. فنطنا. لا انت مش كده هفهمك، بس اقول لك ممكن اساعدك. بص يعني قصدي تفنط كده يعني مش فاهم براحتك. استاذ محمد عبد السلام تعالى هنا عشان تطلع في الكادر بس. اعمل ايه بتقول؟ فنط الكوتشينه زي ما انت عايز. افنطها زي ما انا عايز بالظبط اهو براحتك. أوه. على ما حضرتك تفنط هنا. اساعدك؟ لا ما تساعدنيش. هنا انا معايا سبورتين عشان ما يقولوش ان احنا متفقين، عايز افهم القصص. لا فاضيين لونهم. احنا اتفقنا صح، هتعلموا المشاهدين لعبه من الالعاب بتاعتكم. اكيد. استاذنك افتح الورقه اللي في ايديك، احفظ ايه اللي فيها وطبقها تاني بس ما تخلينيش اشوف. حفظت؟ تمام. عايزك تفكر هي ايه اللي مكتوب جواها في دماغك. كل حاجه هتبقى في دماغك مش هتقول. ماشي، ممكن يبقى اسم دوله، ممكن يبقى اسم فنان، ممكن يبقى رقم. وانت اللي معاك رقم باسم فنان صح؟ هتبقى تفكر في اسم الفنان ده كويس قوي، تفكر في الرقم ده، وانا هحاول اكتبه على السبوره. السبوره فاضيه. انت رقمك كان 4، الرقم المكتوب 4 غلط. طب خلينا في اسم الفنان نحاول. فكر كده في اسمه، فكر هو راجل ولا ست، انا هحاول اكتبه. ارفع السبوره للكاميرا بس. كانت زينه يعني، ولا 4 ولا زينه، الاثنين غلط. طيب انت فكر الورقه اللي معاك كانت ايه، اللي مكتوب جواها برضو، اسم دوله، اسم فنان. احفظ الاول هي ايه. ما تفتحش الورقه، افتحها شوفها. يا جماعه الاستاذ محمد عبد السلام والزميل الفاضل اول مره يقابلوا سامر. فكر هي ايه، ما يعرفوش اصلا ولا عمرهم شافوه. انت في رسمه عندك صح؟ رسمه مثلث مكتوب غلط. طب فكر الاسم مكتوب ايه. هي دوله صح؟ دولة لبنان. يعني كل اللي انا قلته غلط يعني، ولا 4 ولا زينة ولا لبنان ولا لا مصر. غلط كله غلط. افتح ايديك لفين كده، هات ورقة ايدك عليها. عايز حضرتك بما اني فشلت هنا، انا ما عرفتش اطلع حاجة صح. كل واحد عنده حاجتين والحاجتين كلهم غلط. عليك افرد الكوتشينة. هات الكوتشينة، افردها اهو. هات افردها لك انا اسهل. كده ماشي. المس اي ورقة وطلعها لقدام شوية اهي. ورقه تاني؟ هي ورقه واحده بس، خدها اعرف ايه هي، وريها للكاميرا. انا مش هبص. اهي رجعها تاني في الكوتشينه في اي مكان. ماشي اهو. عايزك تفكر في الرسمه بتاعتها وتفكر في الرقم او تفكر في الصوره. هي صوره ولا رقم في دماغك ما تقولش، كله في دماغك. هي رقم صح؟ رقم. رقم صغير يعني 1 2 3 4. كان كام الرقم؟ قوله كده. انا كتبت 3. كان 3 ايه الرسم؟ تقريبا قلب اهو، 3 قلب. بما اني غلطت هنا فانا هصلح الموضوع، هعمل كده واعيدك. ايه اللي انتوا اخترتوه؟ كان 3، رقم 3 احمد حلمي فرنسا صح؟ وريهم للكاميرا كده. صح فعلا؟ صح.
لا ما انا لازم اعرف القصه دي ايه. واقول لك على مفاجاه كمان. لا ما انا عايز افهم اخر مفاجاه. لا لا انا عايز افهمها دي بقى ازاي. اخر مفاجاه. انا بص عايز افضي لك الورق هنا كله. الورق انت اي ورقه هتفتحها هتلاقيها فاضيه. الورق كله فاضي. افتح معايا كده الورق. الورق كله فاضي مش مكتوب عليه اي حاجه. ده ايه ده؟ الورق كله فاضي. يعني الورق اللي هو اختار ورقه فاضيه. الورق هو اختار ورقه مكتوب. فين الورق انت اخترته؟ يعني هو الورقتين الوحيدين اللي مكتوبين فيهم هو الورقه الثلاثه. الورقه الثانيه فين؟ فرنسا ورسم المربع. والورق الباقي كله مفيش ولا ورقه ثاني مكتوب عليها اي حاجه. استاذنك تجيب الكاميرا هنا. الورق من ناحيتين فاضي. دماغي لفت. لا بس عايز اعرف ازاي الورق كله فاضي يا جماعه. بصراحه انا 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 شايف قدامي الورق فاضي مش عارف القصه دي كده. انت مش منبهر؟ منبهر فعلا. طب ازاي غير ال لا وهي الوحيده الورقه اللي خدتها اللي مكتوب فيها. لا ده كلام كلام مهم وكبير. في حاجه طب ننبهر بيها تاني؟ في كتير كتير مع يوسف الجوكر بقى. طب نشوف كده. شوف انبهرت انا بالظبط. شكرين يا استاذ محمد. شكرين يا استاذ محمد. شكرين. انا مش عارف ازاي يعني. انا بصراحه مش يعني حاسس ان الموضوع يعني يعني الخداع البصري ده خداع بصري برضه بالظبط. طب ازاي الورق فاضي وازاي هو اختار الورقتين الوحيدين اللي فيهم كلام وازاي الاسم ده اتغير والرقم اتغير والاسم طلع؟ كلها خداع. خدعة؟ كلها ليها سر، ليها تركية معينة، ليها أسرار طبعا. يعني هي ألعاب. ألعاب يا جماعة عشان برضو نبقى فاهمين الكلام. هي كلها خدع بصرية. فن فن يا أستاذ وائل. مليانة ألعاب كتير فن. يعني بيعتمد على التدريب. على التدريب طبعًا. والممارسة. يعني أنا بدون ذكر أسماء من الناس الماجيك أو اللي هم بيدعوا الماجيك، يعني في حد بيبقى فعلا بيشتغل في مصر برضو؟ سؤال مهم جدا ليكم. هل في حد زي ما الناس بتقول مخاوي؟ لا 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 مفيش ولا واحد حد مخاوي بيلعب ماجيك. مفيش حد مخاوي. ولو في حد مخاوي او قال ان هو مخاوي يعني يجي ويتحدى ان هو يثبت لي ده. من ضمن الحاجات اللي انا عاوز اقولها على الهوا وانا معايا ايجلز تيم، الناس دي يا جماعه الشباب اللي قدامكم ده بيتحدى اي حد في فن الخداع البصري على الهوا. بيتحدوا اي حد بره مصر وجوه مصر. طيب ورا كوكب الارض. انا بصراحه يعني شايف في حاجات حلوه كده بس نكمل معاكم في ايه تاني. ممكن تساعدني بس في حاجه؟ انا ساعدك. انا عمال اساعدك. الاول السبوره من سامر. خد السبوره. القلم معاك. اهو القلم اهو. السبوره معاك. كمل معايا. بص انا متاكد ان هي سبوره عاديه ما فيهاش حاجه. انا هودي وشي الناحيه الثانيه. ودي تمام. ممكن بس تكتب الباسورد بتاع رقم موبايلك وانا هودي وشي الناحيه الثانيه. مش عايز اشوف الباسورد بتاع ايه. بتاع رقم موبايلك. بتاع رقم موبايلي. انا هودي وشي الناحيه الثانيه. هو مش شايف اي حاجه اهو. طب ما كده الناس كلها تعرف باسورد. مش عارف انا. لا انت هتعرف الناس كلها. ما انت غيره بعد الحلقه. ممكن بقى ممكن تغيره. عادي تمام. خلاص ماشي. عايز توري الكاميرا ولا لا؟ عايز اوري الكاميرا. اوري الكاميرا براحتك. طب انت انا اهو. انا باصص في الارض. بص في الارض. انا اوري الكاميرا اهو. ده الباسورد. خلي الكاميرا تعمل زوم على تمام. طيب وريه هنا يا ريس. انا وريه الكاميرا دي يا جماعه اهو. تمام كده. خلاص تمام ولا ولا لسه زي ما انا؟ ماشي خلاص. نزل بقى السبوره كده على وشها. تمام. خلي بقى السبوره الرقم تحت عشان مش عايز اشوف ايه. بس دايما انت كده صح. تمام كده. انت كتبت الرقم. انا ما اعرفش ايه الرقم اللي انت كتبته ده. تمام يعني ما اعرفوش. تمام. هو على العموم في الارقام في ارقام زوجيه وفي ارقام ايه فرديه. فاكيد الباسورد بتاعك برضو ممكن يكون
ممكن يكون في زيرو، ممكن يكون في واحد اتنين تلاتة، اكيد ماشي. ارقام كتير ماشي. تمام، انا هسألك بس سؤال واحد وترد عليا. الباسورد بتاع حضرتك متكون من كام رقم؟ ستة. ست ارقام، يعني انا دلوقتي المطلوب مني اعرف ست ارقام بس من حضرتك. تمام، انا عايزك بس انت تساعدني وتبص، يعني تبص في عينيا بس. بص إيه؟ ممكن موبايل حضرتك؟ طيب اتفضل، استنى بس اشوف الاول مقفول ولا لا. مقفول. تمام، الموبايل فيه بصمه، فيه بصمه وجه. ايه؟ فيه بصمه وجه. فيه بصمه وجه. اه تمام، ما دي معموله بوجه حضرتك بس، يعني مش انا. اه يعني مش انا. يعني لو انا مسكت الموبايل. اه ماشي تمام، لو انا مسكت الموبايل لازم انا اكتب الباسورد، مش عارف افتحه ببصمه وشي، صح؟ ماشي تمام. انت قلت لي ست ارقام. ست ارقام. انا هحاول اعرف هما اول رقمين زوجي ولا فردي بس. تمام، بص في انا اقول بس. يعني لا 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 ما تقوليش. انا هحاول اعرف. تمام، هو تقريبا اول رقم فردي، هو باين. انا ماليش دعوه، مش هتكلم. تمام، انت بتكتب دلوقتي بتعمل ايه؟ انا هحاول اكتب. انا هحاول، لسه ما كتبتش اي حاجه، لسه هحاول انت تساعدني بس، ان انت تبص بس يا جماعه. الموبايل على فكره مقفول اهو، الموبايل مقفول. تمام، انا هحاول لسه اكتب، لسه ما كتبتش اي حاجه. تمام، هو تقريبا هو زوجي مش فردي. لا هو باين. تمام، انا عايزك بس تفكر. انت عايز انت بتقرا اللي في دماغي دلوقتي؟ انا عايزك تفكر. دغدع بصر ازاي بقى؟ فهمني دي. لا انت هتساعدني ان انت بس تفكر في الرقم. انا فكرت. انا مش بقرا اللي في دماغي، انت بس عايزك انت تفكر في الرقم اللي انت كتبته بس. فكرت فيه. تمام. انا كتبت رقمين. ثلاثة. هو رابع رقم تقريبا فردي. هو انا بس عايز اطلب من حضرتك حاجه، ان انت تقول لي بس اخر رقم. انا دلوقتي كتبت خمس ارقام. مش هقول لك اخر. مش هتقول لي اخر رقم؟ لا. طب عايزك تفكر هو زوجي ولا فردي بس. ماشي، فكرت. طب تمام، ينفع ادوس على اخر رقم قدام الكاميرا؟ طب دوس كده. موبايل بيسجل. ازاي ده؟ انا غير دلوقتي. ده انا غير دلوقتي حالا. لا ازاي بقى؟ فهمني بقى، دي ليها سر بقى دي ولا ايه؟ طبعا ليها سر. طب ما لازم اعرفه بعد الحلقه. بعد الحلقه بقى. بعد الحلقه. احنا قلنا احنا قلنا هنعلم المشاهد لعبه معينه. انت قلت لي هنخليهم يعملوا حاجات ببساطه شديده. تمام، ممكن في اخر الحلقه ممكن نعلمهم. طيب. ماشي. حاجه معاكم. في ايه تاني؟ انا اهو في كل خير ان شاء الله. الجوكر غريب قوي. ايه؟ مش هتغير الباسورد، انت هتغير التليفون كله. اتفضل. ركز، كوتشينه كلها متفنطه. ده انا غير كل حاجه كده يا ولد. ايه متفنطه؟ صح، وريني دي متفنطه. اول حاجه متفنطه متفنطه انا بايدي. اهو اتفضل. متفنطه؟ متفنطه بس كل ده خداع بصري. طبعا كل ده فن. يعني انت جبت باسورد ده خداع بصري؟ طبعا. لا انا مش فاهم دي ازاي، مش جايه معايا كده. متفنطه وحضرتك اللي مفنطها، صح؟ اه. مفنطها تاني ولا العب على طول؟ فنطها تاني. ماشي. شوف متفنطه. عمال تعمل معاك كده ليه؟ مش عارف. كده متفنطه؟ ماشي. خلاص؟ كده حضرتك فنطتها وانا فنطتها. تمام. صح؟ همزي كده وهقف مثلا عند اي مكان هنا. انا اعرف اول كارت او انت تعرف اول كارت؟ اكيد لا، صح؟ لا. طب تعالى كده نشوف طلع ايه. شايب. شايب احمر. شايب احمر. اهم حاجه تحفظ الترتيب بتاع الكروب. ماشي. شايب ايه؟ كاميرا جايبه كده. شايب ايه؟ شايب احمر. كده اول كارت طلع ايه؟ كاميرا كده جايبه يا جماعه. ال وري الكاميرا الشايب. وريها. وري للشايب اللي بعده. وري للشايب. وري الشايب للكاميرا. ماشي. ايوه هو هنزل كده تاني. وري لك الكروب تاني.
نشوف الكارت اللي جاي هيطلع ايه. طلع ايه؟ طلع شايب اسود وريني يعني الكاميرا. كده واحد احمر واحد الكاميرا. اسود باين في الكاميرا. لا وريني الكاميرا هنا باين والله. شوف كده معايا هنا احمر وهنا وهنا اسود. اسود صح كده؟ كنتش انا متلخبطه حضرتك لما غبطها صح؟ وانا برضو فنطتها بعدها. فنطتها تاني احمر اسود وهنا احمر. ده شايب احمر برضو. صح؟ اه. يبقى كده الترتيب ايه؟ احمر اسود احمر احمر اسود احمر. طب كده اللي ناقص ايه؟ معرفش انا مش ماليش قوي في الكوتشينه. هما اتنين يعني. احمر واتنين اسود. ماشي احمر. يبقى كده اللي ناقص ايه؟ احمر اسود اسود. صح كده؟ تركز. طلع ايه؟ واحد. ما طلعش شايب صح؟ لا. طب ركز هما هنا في ترتيبهم ايه؟ احمر اسود اسود احمر اسود احمر اسود احمر الواحد. المفروض ده يبقى شايب يعني صح؟ المفروض ما اعرفش. طب ركز لو عملت كده بقى كلهم ايه؟ وحيد صح؟ طب ركز الاحسن من كده. ده واحد ايه؟ ده واحد اسود. اول كارت عندي هنا ايه؟ ولد اسود وهنا احمر ولد ولد كل واحد بالعلامه. وهنا تحت ده ايه ده يا عم ده؟ طب ولو شلنا البنات ركز كده لو شلنا البنات هنلاقي ايه؟ شايف. لا فهمني بقى ده دي 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 تقليبه معينه يعني ولا انت اللي مفنطها وانا مفنطها وانا مفنطها مش فاهم انا مش عارف ايدك ساحر ايه في ايه ده خداع بصري برضه؟ اه والله. والله انا عايز افهمه لحضرتك وللناس ان مفيش اي بني ادم ربنا خلقه بيلعب العاب خداع بصري وكده بيبقى مخاوي. مفيش حد مخاوي. استحاله استحاله استحاله. لان اي حد مخاوي يعني بيحاول ان هو يتخفى مش يظهر نفسه. يتخفى طبعا. يعني ايه؟ يعني حضرتك تعرف مكان دجال؟ لا. تعرفش مكان دجال صح؟ استحاله تعرف. تعرف ان في ناس كتير بتلعب. في ناس كتير بتلعب. دول يعني هو المخاوي عموما ما ينفعش يظهر نفسه. يعني انت عاوز تقول انا حتى من ضمن الكلام اللي كلمته معاكم بره ان عرفت ان انتوا بتبتكروا الالعاب وبتبيعوها. الكلام ده فعلا بالظبط. طب في حد من المشاهير اشترى منكم لعبه؟ من المشاهير في مصر قصدك؟ في الماجيك. احنا مش بنقدر نحدد ده. انت يعني بتعلن اللعبه على النت؟ على موقع على موقع امريكي بننزلها. ما نعرفش بقى مين اشترى اللعبه ولا مين. يعني انا بصراحه يعني مش هقول منبهر ولكن انا شايف ان الموضوع فعلا يعني خداع بصري. هو فن وفن وده اللي انا قدرت افهمه من الشباب الجميل ده. عشان برضو نقول للناس الكلام ده هم بيعترفوا بده على الهوا. مفيش حاجه اسمها سحر. مش مفيش سحر. لا مفيش في الالعاب دي سحر. هو ولا مخاوي ولا مخاوي جن ولا عامل طلاسم ولا اي موضوع خالص. لان ده طبعا زي ما احنا عارفين ده كله حرام طبعا وربنا ما يقبلوش سبحانه وتعالى في مننا ابدا. لان السحر ده طبعا محرم في جميع الاديان. انا من خلال البرنامج ضد الفوضى بحيي واشكر الشباب المحترم ده ان هم متعلمين ويعني بيحاولوا يبتكروا حاجه في حياتهم تسعد الناس بدون اي خروج عن النص. وبحييهم وبحيي شبرا والساحل وايه تاني وعبود ضد الفرج وبحيي مصر كلها. استاذ وليد بيقول لي ان الوقت بتاعنا خلص. انا عايز اوجه رساله للناس قبل ما اخلص البرنامج. خليك عارف ان المتصرف في الامور والمصرف هو الله. امورك وحياتك وسكناتك وحركاتك وابتساماتك وضحكاتك واهاتك وكلامك كلها بالله. اللي شفناه ده خداع بصري. وخليك عارف ان الخير هيجيلك بس لما تتأهل ليه ولما ربنا يأذن بيه. هو ده اللي عرفناه وهو ده اللي فهمناه في برنامجنا. دايما احنا ضد اي فوضى.
احنا مع الناجح، مع الشاطر، مع اللي بيحقق حاجات تنفع الناس. عايز اقول ان احنا حالنا مش هيتعدل ولا هيبقى في الطريق الصحيح الا لما نكون مع ربنا كلنا بالله. وعجبني المشهد اللي انتوا شايفينه دون، الفريق الجميل ده عجبني، بيعبر عن مصر، اصدقاء واصحاب، مسلم ومسيحي، بيخافوا على بعض. هل انا جمعتهم وقلت لهم تعالى يا مسلم تعالى يا مسيحي اعملوا فريق؟ مفيش كلام ده. هم فعلا اصحاب وفعلا اخوات في الحقيقه، وبيخافوا على بعض واصحاب بعض، وعملوا فريق. انا بصراحه يا جماعه انا عجبني المشهد اللي انا فيه دلوقتي دون مع الشباب الجميل ده، وان هم وصلوا رساله برضو مهمه جدا. مفيش حاجه اسمها اصحار، مفيش حاجه اسمها اللي بيطلع ده يبقى لا ده كل ده ولا مخاوي ولا ده، كلها خدع بصريه. وعلى فكره الشباب الجميل ده معاه العاب يعني بيقولوا لغايه اخر رقم، مفيش عدد للالعاب معاهم. طيب احنا عاوزين نقول للشباب محترم ده ما يمنعكش ان انت تبقى بتصلي، ما يمنعكش ان انت تبقى انسان محترم، ما يمنعكش ان انت تبقى انسان بتنفع المجتمع. هما متعلمين وفي نفس الوقت بيعملوا خدع بصريه بينفعوا بيها الايه نوع من انواع المرح او الفكاهه. انا بشكرهم على الهواء، بشكر يوسف نور وجورج هاني، وبشكر سامر اسامه، وبشكر يوسف مورا. انا سامر مورا. سامر مورا الجوكر. وبشكر الاستاذ وليد عماره والاستاذ محمد عبد السلام وكل فريق الاعداد. شكرا. برنامج ضد الفوضى يا جماعه دايما بيظهر لكم الحقائق في 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 البرنامج بتاعنا، مش هتلاقوا غير الحقيقه. متشكرين لحضراتكم، كنت معاكم وائل ابو شوشه ضد الفوضى، اشوفكم على خير، والصلاه والسلام على رسول الله.